تعلم طارق وسعاد كيفية حساب عمريهما بشكل أكثر دقة باستخدام الكسور، وهذا ما سمح لهما حساب الاختلاف بين عمريهما. فإذا كان عمر طارق كما عبر عنه 15 عاما وواحد على 2، وعمر سعاد 7 سنوات و7 على 12، فما هو فرق الأعمار بينهما؟ ولنكتب هذا الناتج على صورة عدد مختلط. يتضح لنا أن طارق أكبر من سعاد لأن عمره 15 و1 على 2 عام، وما نريده بالضبط هو حساب الفرق بين 15 و1 على 2 و7 و7 على 12. الآن يمكننا أن نرى فورا أنه ربما بالنسبة لكم غير واضح، ولكن 1 على 2 هو نفسه 6 على 12، أي أنه أقل من 7 على 12. إذن بما أن الكسر أصغر سيكون من السهل أن نقوم بعملية الطرح. إذن لنحاول أن نخرج الناتج بصورة عدد مختلط دون الحاجة إلى الاستلاف، لذا لدينا 15 و1 على 2، سأقوم بكتابتهم ككسور غير صحيحة، وعلينا أن نحتفظ ب2 في المقام، وككسر غير صحيح 2 ضرب 15 يساوي 30 زائد 1 يساوي 31. إذن 31 على 2 هي نفس 15 و1 على 2، بالتالي هذان متعادلان. ومن ثم 7 و7 على 12، إذا قمنا بتحويله إلى كسر غير صحيح فلا يزال لدينا إشارة السالب، المقام هو 12. 12 ضرب 7 يساوي 84، 84 زائد 7 يساوي 91. هل قمت بهذا بالشكل الصحيح؟ نعم صحيح، الجواب هو 91. إذن 91 على 12. الآن قمنا بكتابتهما على شكل كسور غير صحيحة، لكن لازالت المقامات غير موحدة، فعلينا إذن أن نوحد المقامات. إذن ما هو المضاعف المشترك للعددين 2 و12، أو ما هو أصغر عدد يقسم عليهما؟ حسنا، 12 يقبل القسمة على 12 و12 يقبل القسمة على 2 أيضا. إذن 12 هو المضاعف المشترك الأصغر. ستكون المقامات إذن 12، وهذا الكسر مقامه 12 بالفعل، لذلك لن نقوم بتغييره، 91 على 12. سأستخدم اللون الأزرق الآن للانتقال من 2 إلى 12، في المقام علينا إذن أن نضرب ب6، أيضا سوف نضرب البسط ب6. ما ناتج 31 ضرب 6؟ لدينا هنا يمكن أن نفعل ذلك في عقولنا، لدينا 6 ضرب 30 يساوي 180، و6 ضرب 1 يساوي 6، إذن الناتج 186. والآن نطرح، إذن الفرق بين عمريهما يكون يساوي، المقام هو 12، سيكون الفرق بين عمريهما هو ناتج طرح 186 ناقص 91، وهذا سيساوي أكثر من 12. لنرى، 186 ناقص 90 يساوي 96، لكننا نريد أن نطرح من 91، فيكون الناتج 95 صحيح، 95. بالتالي 6 ناقص 1 يساوي 5، 180 ناقص 90 يساوي 90، نجح هذا. الطريقة التي قمنا باتباعها صحيحة، لكن الناتج لازال كسرا غير صحيح، ونحن نريده بصورة عدد مختلط مبسط لنفعل هذا. كم ناتج قسمة 95 على 12؟ وهذا الناتج كبير، إذن دعونا نرى، 8 ضرب 12 يساوي 96، وهذا كبير جدا. إذن نجرب، 7 ضرب 12 يساوي 66، إذن 7. دعوني أكتب هذا هنا كي لا نقوم بمزيد من العمليات الحسابية. لدينا 95 تقسيم 12،
لدينا 7 وهذا صحيح، نريد الباقي أقل من 12. إذن 7 ضرب 12 يساوي 84 كما نعرف من جداول الضرب، أم أننا نستطيع أن نقول أنه عبارة عن 7 ضرب 10 يساوي 70 زائد 7 ضرب 2 يساوي 14؟ لنرى هذا، 95 ناقص 84 يساوي 11، إذا لدينا الباقي 11، إذا الناتج 95 على 12 هو 7 والباقي 11، إذا 95 على 12 هو 7 و11 على 12، أنجزنا هذا. الفرق بين عمر طارق وعمر سعاد هو 7 أعوام وأحد عشر على 12، أو أن طارق أكبر من سعاد ب7 سنوات وأحد عشر على 12.